الوطنية نيوز، الواقع من المواقع. احنا اليوم كامل رانا مجندين هنايا الدار، الشرطة، الحماية، الجمعيات. استكمالا لبرنامج الحملة الوقائية الوطنية المسطر من طرف قيادة الدرك الوطني بمناسبة الشهر الفضيل والذي يستمر إلى غاية عيد الفطر المبارك، نظمت هذه الليلة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بخنشلة حملة تحسيسية توعوية للوقاية من حوادث المرور، وذلك باستهداف سواق مختلف أصناف المركبات وكذا مستعملي الطريق. شعارنا في ذلك لنعمل معا من أجل الحد من حوادث المرور، بحيث يتم التركيز في هذه الحملة التحسيسية على تقديم جملة من النصائح التي نستهدف من خلالها احترام قانون مرور الوقاية من الحوادث والأخطاء والآفات. شاركت اليوم مع مصالح شركاء الدرك الوطني مع الجمعيات الفاعلة في الاختصاص لحوادث المرور، نثمن بالمبادرة هذه يوم تحسيسي لحوادث المرور خاصة في شهر الفضيل في رمضان المبارك. وحنا كما نقولوا احنا مع حوادث المرور اللي صارت الايامات هذو في حوادث المرور، احنا ماذا بينا نوصلوا المعلومه كتحسيس، نوصلوا المعلومه للمواطن باللي السرعه ماهيش مليحه. السلام عليكم، صحه فطوركم، ونقول لكم صحه عيدكم قبل العيد ان شاء الله. وماذا بينا التوعيه هذو كنكم مع الشرطه واخواننا الحمايه المدنيه، ان شاء الله نكونوا كل في هذه تسمى راهي فايده لنا احنا، اسمع كل سوقوا في عقلكم ونحاول التجاوزات هذو والسرعة كل رب. خبرتي مع الطبيعة تخليني ننصحكم، جربوا هيمو براو، مرهم طبيعي يقضي على البواسر. هيمو براو، قاعن براو. وطنية نيوز، الواقع من المواقع.